لو كلوب ليتوال لاسبيرونس بعيد على الساحه العالميه نقول. صحيح، ونزيدك زاد لعب كوب دافريك ولعب دو كوب دي موند، الساحه العالميه والله تعدت العمر تعدى فيسع فيسع مالجري اللي ماخذ دوزيام دوغري عام 2006، معناتها بارمي معناتها 45 جوار ديزاكس انترناسيونو معروفين جدا وفيهم شكون معروف تو كمدرب، ولكن الاعلام في تونس مش عارف. انا كيما انت سالتني من بكري قلت لي تنسيت، ما نجمش انا نهز تليفون ونقول له امان عيط لي، ما عشتش هكاك مثلا. وفي نفس الوقت فما برشا زاد يخدموا توا دي كرونيكور في تلفزة والا في الراديوات ويخلص ناس تخلص بارفوا الحقيقة. شنو يستدعاك ليزي برنامج ينجم يكون تافه مع كامل احتراماتي لبرشا عالميين محلاهم، خاطر ساعات نقول ما نمشيش زاد لشكون تكحل يا مرت العام. عندنا اعلام توا بازي حسب ما نشوف انا، خاطر قريب 50 سنه عمري ما عاد باش يلقني حتى حد دروس خاصه في الرياضه والاعلام الرياضي، ولكن تشوف بالمعارف ومحسوبيه وما نعرف شنو والبوز ولا بازي الاعلام تاعنا على حاجه اسمها بوز. ما فهمتش انا الكلمه هذيا منين جبناها وين باش نوصلوا بها. اصلا نحن برشا عالميين من جره البوز فسدوا ذوق المتلقي. باهي تو نرجع نحكي باكثر تفاصيل يا رياض. حاب نسالك من الاول البدايات، نرجع من الاول البدايات في تبربه كيفاش كانت؟ كيفاش نحب تحكي لي على اول نهار خدمت فيه باش تمشي تعمل تيست في تبربه، كيفاش بالضبط؟ كيفاش جات الفكره وقتها؟ هي الحقيقة ما كانتش مطروحة، أنا كنت مغروم بكرة القدم ديما. أنا عشت في الريف في منطقة اسمها المحفورة تبع 12 كيلومتر على تبربة. تبربة بالله على ذكر تبربة فما برشا ما يعرفوهاش للتاريخ، تبربة راهي ثاني أو ثالث بلدية في تونس. تبربة تأسست بلدية تبربة عام 20 مارس، نهار 20 مارس 1890، تسع سنين بعد ما دخلت لنا فرنسا. تبربة فيها ثالث جامع في تونس، ثالث جامع، ما عندهم فما جامع عقبه بن نافع وبعد جامع الزيتونه، من بعد يجي ثالث جامع اللي هو في بطحة السوق في تبرب. وتبرب متأسسة قبل الملعب التونسي في الكوره. اما انا كنت نقرا في تبرب، جات الفكره عندي صاحبي الله يرحمه توفى اسمه سليم الزاني الله يرحمه ان شاء الله، كان يقرا معايا فرد كلاس وكان هو يلعب في فريق تبرب في صنف الاداني، وكان حلم انا كوني انا نلعب في 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 ايكيب معناها. الحقيقه وكان يلعب افون سونتر وهزني معاه معناها، هزني نترانا ومن اول ماتش اميكال نذكر بنفس السبادري اللي نقرا به مركيز زبونت وربحنا فيه بلاش. من في ماتش اميكال تبربه والبطان وقتها ديربي هو هذا يسمى. ومن وقتها بدات المسيره، دخلت لشبيبه تبربه فما برشا ما يعرفوش. مسجل بين الكوب ولي ماتش اميكو شامبيونا في تبربة عام 80 متاعي 45 هدف. والقرب لي على الاخر يعرفوها الورقه مش عاملها انا اصلا، ومازلت بخط دي صاحبي وعشير عمري في تبربة لسعد دنقير كان يلعب معايا وثاني الهدافين مركز 16 هدف. في المينيم هذا؟ هذا في المينيم. لعبنا فما برشا زاد ما يعرفوش، انا لعبت ضد عادل السليمي وقتها في النادي الافريقي، هو لعب دومي فينال كاس تونس مع تبربة ونهزمنا بضربات جزاء. وبعد لعبة الفينال الكلوب والإتوال، وفي الوقت هذاك كان في الإتوال فريد شوشان يذكر بالخير ولطفي البكو إن شاء الله يرحم، والإتوال هي اللي هزت الكوب وقتها. مازلنا ما نعرفوش بعضنا، نلعب في تبربة عاد سلمي يلعب في الكلوب، فريد ولطفي الله يرحمه يلعبوا في الإتوال. ولكن كتب المكتوب واحد أمن اللي عنده قدرات معناتها يشوف فيها في روحه، وزيد المقربين ليه يقولوا له راك تنجم تكون ملاعب كبير. وكان حلمي اني انا نلعب في جمعيه كبيره، واللي كنت نتفرج في التلفزه ونقول اللي يكوروا ما همش خير مني معناتها، ما عندي بلاصه معناتها معاهم. وكنت خاصه نشوف في منير بوقديده كيفاش ينقز بالراس ونقول عندي ديتونت هذيك انا. وبعدها من تبربه التحقت مشيت للمرسى، فهم برشا ما يعرفوهاش هذه. لعب في مرسى بعد تبربه؟
لا من تبربة مشيت عملت اختبار في مستقبل رياضي ممارسة، وقتها كان رئيس فرع السيد صاحبي تو هو سي عمر بن مسعود، جاني فركس عليا في المحفورة للمنطقة تاعي ومشيت للمرسى وعملت تيست تحت إشراف السيد علي السلمي اللي من بعد ولا جوا مع كاسبر زيك وخدمت معاه تسمى لعبت معاه لعبت عنده خلينا نقول خاطر الراجل محترم جدا هذاك. والمرسى ما حبتش وقتها تشريني بثلاثة ملايين تبربة عرضت 3 ملايين والمرسى عرضت 1.5 مليون. عاودت رجعت عام قديش هذا تفكرت؟ بيان سور نتذكر هذا عام 90 91. انت عام نول بديت فيه في تبربة سينيور عام قديش؟ سينيور انا طلعت صغير سينيور 87 88 حاجة هكا بالضبط 88 طلعت سينيور. ما صحيح العام ذاك ما لقيت 45 بونت وطلعت للقسم الثاني؟ لا ال 45 بونت ومركيتهم في المينين. في المينين في المينين فهمت. اما هذاك العام الاخراني نتاعي في تبربة اللي هو عام 90 91 91 92، خاطر انا 92 مشيت ليتوا. تبربة وقتها 17 عام في القسم الثالث، بالرغم اللي تبربة متأسسة قديمة، متأسسة قبل ملعب تونسي مثلا كفريق كرة قدم. لا إله إلا الله. مع تبربة وقتها بعد 17 عام طلعنا لديفيزيون 2 وعندي نومرو تبربة لتو نومرو 9 وأنا عندي تصاور مرفوع على الأعناق. فما ماتش ما كنت فيه 8 بونت في الدوري الليل صحيح. كيفاش ماتش المينيم ربحنا 13 بلاش 8 ما لقيت 8 بونت ركيت 8 وضربوا لي كره على البار وضيعت بونتوات نورمالمون مركيهم وحدي 13. باه المشي اللي توال كيفاش جات كيفاش جا عملت تيست ظهر لي في مع الاسبوان عند احمد العجلاني حاجه هكا صحيح. هاي عم معلوماتك صحيحه على الاخ. وسي احمد العجلاني كي عملت تيست وقتها كانت ليكيب سينيور كانت في بيربينيون في فرنسا يعملوا في ستاج. كي تكلم احمد العجلاني قال الرياض كان يعمل 4 ماتشات يمشي ليكيب ناسيونال على من كثرة ما عملت تيست به حضرت له بالكدا. كنت ترانا في جبل بوكاز، الجبل نتاعنا ذا يبعد على دارنا 5 كيلومتر. كنت نمشي انا واختي باش نتشجعوا مع بعضنا، وفي الوقت هذاك ما فماش في الريف شكون يشوفوا طفله لابسه سيرفاتمون وتجري. نمشي انا وياها نعملوا فوتينغ للجبل تستناني هي، نعمل لونترمون باهي. عملت تاع هابط في الجبل عملت بريباراسيون مش هكاك اعتباطيه، عملت بريباراسيون باهيه كيما نشوف انا روحي باش نجم نكون ريزيستون ونكون اونديورون. وقتها في فتره تيست خدت في تيست ماك تعرف فما حاجه لتو ما يعرفوش احنا لتو حتى في تونس حتى او نيفو معناتها صغار. كي باش تبعث ولدك يترانا بالله وهذا هذا نداء للفنيين ما نجمش تو زاد حتى واحد فني باش يولي يستنى معناتها ديما اراء ناس يمكن متطفله على كره القدم. راهو فما ملاعبيه يكون ملاعبي ويكون تيميد اسلام يكون حشام ما يدخلش في الجروب وهو ترافاي دو جروب كره القدم تحب ولا ذكر. فما ملاعبي يكون نرفوزي وفما ملاعبي يكون اخلاقه درا كيفاه وفما دونك يلزمك تعطيه شويه وقت، تعطيه على الاقل اون سومان باش يعمل تيست في عقله باش ينجم يعطيك. ساعة والساعتين تاع هذول هذوك ما تحكمش عليهم. هذوك ماكي باش تحب تبلفتو كوم كوا انت عندك المجموعة نتاعك والخطوة. سيرتو اليوم تاعنا خذينا 20,000 نتاع التيست ويمشي على روح. ايه ما ذاك علاش حتى احنا زاد كل شيء راهو باين تعرف اش نحكي فيه الكلام هذا. تو على مدى 20 سنة نتكلموا. وين اللاعبين اللي خرجناهم نحن؟ فماش. باهي وقتاش بدات لي سونتر دو فورماسيون في تونس؟ التسعينات. اي معناتها تقريبا في اواسط التسعينات. وين اللاعبين اللي خرجناهم من لي سونتر هذوما؟ خرجنا ولينا توا نعملوا في اللي انت كي تشوف قداش من لاعبين خرجوا لاوروبا كل عام تفهم كل شيء. نحن نحكي رياضة على البريود هذيك في ليتوال، كيفاش تحكم عليها الباساج في ليتوال؟ بون كانت صعيبة على الاخر ما الحمد لله رب العالمين كان عندي هدف في حياتي واني نوصل نعمل اسم في النجم الرياضي الساحلي. وهذا اللي صار بالرغم اللي برشا ما يعرفوش اللي انا 4 سنوات ونص انا احتياطي في النجم الساحلي. وفي النجم الساحلي قعدت 3 سنين الاولانيين. انا تعرف واش نقول لك 4 سنين ونص، يمكن اول افونسونتر في العالم يقعد 4 سنين ونص احتياطي. النجم يقعدهم حارس مرمى. صبرت برشا. اي 92 93 93 94
94 95 95 96 96 97 لعبت في بداية البطولة هذه كمان. وفعلا لعبت تريف وبعد عيط لي كاسبر زاك، حتى نذكر صحافة وقتها كتبت قالوا النكرة اللي معيط له كاسبر زاك شكون هذا، لعب أربع ماتشات في الإتوال حتى حد ما يعرف. ثلاثة سنين الأولانيين في الإتوال كنت ناخذ 170 دينار، برشا كي نحكيها لهم توا ما يصدقوش معنا. في كلمة النجم الرياضي ساحلي فتحت لي أبواب كبيرة للشهرة كفريق كبير، فما برشا توا يلزمهم يفهموا الأشخاص حكاية والإكيب حكاية، الفريق حكاية والأشخاص دي باساجي، تعدى يجي اليوم أنا اليوم هنا غدوة نمشي، فهمت؟ ماهيش محسوبة. معناها النجم الرياضي الساحلي فك اللي بوك هذيك على عثمان جنيه، ما هي الحقيقة أعطيناها جنيه أكثر من اللي أعطانا برشا، احنا نحكي كجروب كاملة ما كانش خالصة البوزيزي. احنا أعطيناه، خليه نقولها في كلمة بركة إسلام، احنا أعطيناه أكثر من اللي هو أعطانا. كان أنت رياض الملاعبية الكل؟ لا انا ما انا واحد من الملاعبيه، من نحكي كان على روحي سامحني. باه ميساج نحاول نحطو سيلونسيو ولا نسكروها رياض، من نسيت. باهي مش مشكل مش مشكل، نكملوا نحكيو كيفاش قلت لك انت ولا الملاعبيه الكل رياض؟ لا لا مانيش انا بركات الملاعبيه الكل، ما نقولش الكل، مي الماجوريتي نتاعهم كانوا مضطهدين زادا ماديا، خد في الوقت ذاك أول جمعية في تونس نعملوا ثلاثة فينالات، معناتها تروا فينال سوكسيسيف، معناتها أفريكان 95 96 97 هزينا منهم اثنين، هزينا كل الألقاب في ظرف خمس سنوات. في المقابل كان فما خطر أخضر، ربي يهدي الجميع، أما روى عرق الناس سورتو. معناها انا نعرفك اللي انت نجحتني، كنا برشا ملاعبيه بهين ساهموا في انا حاجه الفرحانه لها اللي كونها الإتوال عملت تاريخ جديد ودخلت لافريقيا من اوسع ابوابها فك الفتره هذيك، خاطر الإتوال جامي فاتت لانويتيام في حياتها في إيه هما دي نيغوسي اخر ماتش. باش انت ما عرفتش تنيغوسي الكونترات نتاعك كيفاش؟ اي سؤال محلاه، سؤال محلاه، على خطر جاونا عام 95. شوف فما هرسلة وفما نوع متاع تصرف في نجم يصنف معناتها في قجرة ارهاب، كلمة كبيرة. بيان سور انا ما نعرفش، وقالوا باش يدخل بروفيسيوناليزم لتونس شو اللي محترفين راه تعرف احسن اكثر كلمه قعدت. لا فهمني فهمني الحكايه هذه كيفاش هرس لو قلت لي ارهاب ولا شنو؟ مش نفهمك، مش نرجع لك. مش نرجع لك. كلمه ترن توا في وذنية اللي كونه في بطاقه التعريف نتاعي وفي باسبوري باش يولي مكتوبه لاعب محترف في كره القدم. كل عمر ذاك اخذ لا بارابولات ولا انترنت ولا بورتابلوات، معناتها توا كي نحكي وقول التسعينات هاي طريفة هاي شوية بركة 20 سنة التالي، أما ما تنساش التكنولوجيا هبت علينا معناتها في سافيس. أي شنو صار وقت رياض؟ أحكي لي شنو اللي صار؟ جاو قالوا لنا راكم باش توليو محترفين، راهو دخل الاحتراف لتونس وإحنا رانا باش نبداو كأول الجمعيات باش نعملوا كونتراتوات للملاعبية، راكم باش تولي محترف. فريد شوشان في الوقت هذاك يمكن عنده شكون يتبع فيه وراه ما حابش يعمل كونترا، قال له ما نحب نخدم. ودخل فعلا دخل يخدم في البنكة وخير، على الأقل يكون عنده روتريت من البنك. في الكرة صح حتى حد ما شاف كونترا نتاعه وقدا فيه، نلقى أنا كونترا بأربع سنين. كيفية صح على حاجة ما غير ما تشوف فيه شنو فيه؟ ما عندكش ما تعرفش انت بيدك. وليه وقتها نحكي لك، شوف كي تحكي على سمير روان قلب طيب، تحكي على رياض البوزيزي قلب طيب، تحكي على زبير بيه، تحكي على عبد الله،
غشوكم في الكونترات قول انت بيان سور غشونا. تعرف علاش نقول لك غشونا؟ على خاطر ما ريتك الامي تو يهزوه البلديه يقراوا عليه معناتها ما حضر تلاوه. احنا من المفروض يجي يفهمك. انا تعرف مش في بالي ديما المسؤول يعوض البو. كيجي المسؤول يكلمني خاطر انا عشت كيك المسؤول في تبربه يكلمني انا نعرفه ببلاصه بابا يرحمه ما يفهمش في كور. الجمعيه تاع تبربه هي اللي دخلتني للانترنا وهي اللي حبتني انا نكون باهي عندي نيفو باهي على الاقل في القرايه وهي اللي وقفت معايا وهي اللي دخلتني. انا عندي اجون تكنيسيان بيروتيك انفورماتيك دو جيستيون اون 92 قالوا كل شيء باش يولي انفورماتيزي. شكون قراتني تبربه؟ تلوم عليها عثمان جنيح رياض والله لومت عليه للقرست خطر في كل وسيله اعلاميه. اغزر انا راني كما فما ان بروفيرب فرونسي كي دي جو بو تو باردوني مي جو نوبليوري جامي. النجم ننسى نجم نسامح. وانت سامحت ولا انا مسامح؟ سامح. انا تعرف علاه مسامح بعد شنو كان لا ما حكيتلوش انا خاطر تعرف علاش نحن في تونس عندنا مرض ما عرفناش نتصرفوا معاه. الشهره اللي يتكلموا عليها بمسؤولينها بملاعبيتها عشتها عام 97 كبعد 20 سنه نمشيو كاس العالم. ما نجمتش ندخل انا من مصر ما نجمتش ندخل لتونس من الجمهور اللي جاي يشوف رياض جلاسي اللي خلا احسن ملاعبي وكذا وكذا. وساهمت باش نعملوا دوره شرفيه في تونجي وبعد المنتخب الرياض. خروجك من ليتوان تقريبا كان مطرود شبه مطرود حاجه كيما هكا. ما هو هذاك علاش كنا نحكي والنجم ننسى نجم سامح ما ننساش. انا مش غضتني كون كيفاش كان وقتها خرجت صفقه تبادليه ظهر لي معاك شوشين فريق شوشين وفريق طرابلسي ومقابل لاعب كادي ظهر لي من الكلوب اللي هو ايمن بلبولي هكا ولا ولا غلط؟ لا اي مش كل معلوماتك صحيحه. اي قول لي انت اعطيني صحيح. اي كي طردتني ليتوال انا وفريق شوشين مشينا لقطر قبل ما نجيو للنادي الافريقي. مش نحكي لك حكايه على الكونترا اللي جبدناه عام 99. ليتوال كي طردتني انا مازلت سو كونترا معاه ولكن انا باقي ما نعرفش ولو اني عندي ورقه ال اسو بوان ما تعرفش معناها كونترا ما تعرفش معناها تشكي كذا العباد ما تلتزم في الكونترا نتاعها. معلم كما تقولوا انتم بلغتكم انا توا راني داخل على ربع قرن على نص قرن عمري قريب 50 عام. علاش قلت لك التكنولوجيا فيسع فيسع؟ انا كي نبدا نحكي توا لولاد اختي ولا لولادي يقول لي اخي عشت في عهد في عصر الكهف مع اهل الكهف. تلموه كي تحكي على 20 سنه تالي ما فماش اللي توا تشوف فيه انت توا. ما كانش العباد عينها محلوله بالباهي. حتى محامي انت باش تهز معاك محامي عيب كيف تهز معاك محامي ينيغوسي معاك ما نعرفش انا. تي الكونترا ساعه ذاك مو عام 95 تعمل. تردونا يا خويا انا وفريد شوشان من نجم رياضي ساحلي خرجنا من اضيق الابواب بعد ما ساهمنا على الاقل احنا الاثنين اللي كونه ما يلزمش نخرجوا من ليتوال بك الطريقه هذه. كيفاش انا مش غايضتني لتوا الحكايه كونه كيفاش طردني. كل رئيس جمعيه حر شكون ينفع وشكون ما ينفعوش ولو اني ضد الطريقه معناها. كيفاش كان الطريقه؟ انا اللي غايضني لتوا اكثر من 20 سنه بالضبط هي الحكايه 99. ولا نهار سيد يخرج في وسيله اعلاميه يقول انا كنت متعسف على رياض جلاسي وفريد شوشان. قلت لي غايضتني الطريقه كيفاش كانت الطريقه؟ الطريقه طردونا. معناها جاي قال قررنا نحو الهيئه المديره للنجم الرياضي الساحلي طرد اللاعب رياض جلاسي للاسباب التاليه كذا كذا. الاسباب؟ ساءت علاقته بالجمهور، ساءت علاقته بالمسؤولين، باللاعبين. قلت له فيروس انا وليت. ما هو صحيح وقت هذاك. بيان سور مش صحيح. حتى كان عندك علي حاجات كما اي واحد شاب كما اي ملاعبي معناتها في ريعان الشباب نتاعو 26 27 سنه. في الاخر وكل شبيك بعد ما خرجت منه الزبده تلوحوا بالطريقه ذيك. وهو عثمان جنيح ككوارجي عمل كارير خير مني. تاني كارير بركه في ليتوال كهو ما نحكيوش عليه نهائيا كهو كان كوارجي. وهو كان مسؤول يلزمو يتصرف هكاك. على الاقل كي غلط 20 سنه وهو غلط ما ينجمش يرجع يرد اعتبار فريد شوشان ورياض جلاسي. تحس مازلت حازه في نفسك رياضة؟ بطبيعه الحال انا شوف توا انا نمشي لسوسه وديما نحبها سوسه ونلقى عباد تحب رياض جلاسي وتصاوري توا موجوده في سوسه. في الاخر وكل يجي يفسخك التاريخ كله اللي عمله رياض جلاسي مع ليتوال فمش ماتش تاع كوب دافريك ما مركيتش فيه انا في سوسه.
على الاقل مو عندنا الغلطه نجمو نغلطوا احنا. اما عظمه طلبان السماء تتطلب عظمه. العظيم هو اللي يعترف باخطائه وهو اللي يقدم اعتذار. نكملوا بعد شو خدت مشيت لقطر هكا ريان كي طردني انا وفريد شوشان التحقت بالريان القطري كان عندهم 5 نقاط في اللي باش نلعبوا الروتور. في الروتور جبنا 18 بوان. فريد كان احسن لاعب في الديفونس وانا مركيت 11 بونتو في شهرين. وتحصلت مع الريان على كاس الامير انا وفريد اول مره في تاريخ نادي الريان بعد 7 فينالات خسرتهم. ودخلنا للتاريخ في قطر وصنفت انا رياض جلاسيك افضل 3 ملاعبيه اجانب دخلوا نادي الريان. مازلت كتنحات يمكن قعد 6 شهور عام غادي من با 4 شهور انا وفريد ما حبيناش نجدوا خاطر طلبنا عليهم فلوس. عليهم اليوم شفتوا بلاش ليه هذا الادهى والامر كونه عثمان جنايح بعنا بالفلوس او مازلت باش نزيدك من المشاعر بيت. لعبنا 4 شهور ومن بعد رجعنا نبقى انا فعليا انا مطرود من النجم الساحلي ولكن مازلت تحت عقد على ذمة لتوا تحت عقد. تعاود تبيعني النجم الرياضي الساحلي للنادي الافريقي شريف بلاميني رحبوا ب 150 مليون باعوك مرتين باعوني مرتين وين كي جيت وين كي جيت لتوال خذيت 5 ملايين بريم سيناتور خذيتها تبربة خذيتهاش انا ما خذيت حتى شيء انا حتى الدينار. هذه حاجة وتعدى 3 سنين تخلص في اكثر سالير في لتوال من 600,000 وقتها كي تلعب في ليكيب ناسيونال عملوا بينا اسم نتاع مليارات في زوز مليارات والله يخدموا بينا تصدق زوز بيعات خذيت شي فلوس للقطر والكلوب بيان سور لا مطرود انا مشيت خذيت شهريه غادي شهريه في قطر وخذيت بريم سيناتور في الكلوب اللي لا في قطر حتى زاد ليطوال خذيت 20,000 دولار وانا خذيت 10,000 دولار وقت و 4,000 دولار شهري فهمت باهي كيفاش جات المشي للكلوب تو جات المشي للكلوب اللي انا في بالي كي روحت من قطر كلمتني نادي الافريقي نورمالمون راهو بورقة الطردة ما نعرفش انا تو في امور قانونية تو انا عندي الورقة اللي انا مطرود تبدا على ذمة روحك معناها من المفروض نورمالمون هكاك بالطبيعة ولكن النادي النجم الساحلي بعتني للنادي الافريقي ب 150 الف دينار خذيت فيها فلوس معناتها بعت قطر وانا مطرود وخذيت فيها فلوس بعت الكلوب وانا مطرود. احكينا شوية على الباساج قبل الاخبار ونص عنا احكينا شوية على الباساج في الكلوب هذاك لا مش شوية باساج في الكلوب خاطر لعبت اي تنزيد نحكي لعبت عامين كي باش ننصح في النادي الافريقي انا وفريد زاد مع بعضنا طلعت الكوتا مع بعضنا ناس امنت بقدرات فريد شوشان وشكون ما يعشقش فريد شوشان اللاعب الانيق في المنتخب الوطني انا ذاك ورياض جلاسي معناتها زوزهم لاعبين وفاروق طرابلسي معاكم كي فاروق جاء انت تو داخل لي حديث في نحكي لك 99 باهي باي اسمعني رياض ظهرلي الحكاية طويلة خلي من بعد الأخبار نشوف الحكاية بأكثر تفاصيل تلحق بينا زميلتي أسماء مدة بعد شوية باش تكون في مجلس الآباء بيك أسماء مرحبا يا سلام شو عندنا أخبار بعد إسقاط حكومة الجملي البارحة في البرلمان لقاء اليوم بين قيس سعيد والحبيب الجملي دونك نمشيو للأخبار بعد مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية زون ميكس تابعونا على راديو اكسبريس اف ام.com